حذرت مصادر عسكرية وأمنية في جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن ضم أراض في الضفة الغربية سيؤدي إلى تصعيد الأوضاع الأمنية في محيط قطاع غزة. ورجحت المصادر الأمنية الإسرائيلية احتمالية تفجر الأوضاع في القطاع بشكل أكبر من التصعيد الممكن في الضفة الغربية. ومن القدس معنا مراسلنا أمير الخطيب. أمير، هل من جديد في مسألة الضم؟ قيادة الجيش الإسرائيلي يعني تواصل اجتماعاتها فيما يخص مسألة الضم وتدرس جميع السيناريوهات الممكنة، كما أفدت في النبأ قبل قليل. قيادة الجيش الإسرائيلي تتوقع تصعيد في الأيام المقبلة، بالتحديد ما قبل تنفيذ عملية الضم في الأول من يوليو تموز. وفي المقابل، التقرير الأخير الذي صدر عن قيادة الجيش الإسرائيلي يتحدث عن تصعيد محتمل أكثر في الجبهة المحاذية لقطاع غزة. التصعيد المحتمل والتصعيد الذي يقلق منه الإسرائيلي في هذه الأيام هو التصعيد في قطاع غزة وعودة المسيرات والبالونات الحارقة. يعني يوم أمس فقط شهدنا حرائق لمستوطنات إسرائيلية في منطقة ما تسمى غلاف غزة أو المنطقة المحيطة بغلاف غزة. بيني جانس وزير الدفاع الإسرائيلي عقد العديد من الاجتماعات فيما يخص الضم، واليوم سيكون اجتماع إضافي دبلوماسي سياسي قانوني أيضا ما بين وزير الدفاع الإسرائيلي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأيضا وزير الخارجية جابي أشكنازي مع السفير الأمريكي ديفيد فريدمان هنا في القدس لبحث صيغة تكون مقبولة على رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هذا الاجتماع اليوم سيعقد ليكون حل مقبول ولنفهم الصورة ربما بشكل أوسع وبوضوح أكثر. الطرف الأمريكي كان متشككا ربما من إمكانية يعني إخراج مخطط الضم إلى حيز التنفيذ في الأيام المقبلة. يديعوت أحرونوت الصحيفة العبرية الإسرائيلية قبل أسبوع ونصف تقريبا أوردت رسائل من الإدارة الأمريكية إلى مسؤولين إسرائيليين تطالب الإدارة الأمريكية بأن يرجئوا تنفيذ عملية الضم إلى فترة أخرى وليست هذه الفترة. الإدارة الأمريكية كانت قلقة، وفقط يوم أمس مساء هناك وزراء إسرائيليين أعربوا عن قلقهم من أن يسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية دعمهم وضوءهم الأخضر الذي منحوه للإدارة الإسرائيلية فيما يخص مسألة الضم. إلى جانب هذا الاجتماع الذي سيعقد هذا النهار، سيكون أيضا اجتماع للحكومة الإسرائيلية اليوم فيما يخص الاستيطان والمصادقة على مستوطنة جديدة في هضبة الجولان. هذه المرة ليست في الضفة الغربية، في هضبة الجولان تسمى هضبة ترامب، وهي مستوطنة صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية أو صادقت على إنشائها الحكومة الإسرائيلية العام المقبل، ولكن بدون خطط واضحة، خطط على أرض الواقع واضحة وبدون رصد تمويل لهذه المستوطنة. اليوم سيتم المصادقة على هذه المستوطنة مع خطط ميدانية واضحة ورصد تمويل لإقامتها والبدء بإنشائها. مراسلنا في القدس أمير الخطيب، شكرا جزيلا لك.